حسب لي في الله. اليوم ان شاء الله جبنا لكم واحد الوصفه وهي تكون بالديول ان شاء الله. بوراك اليوم غادي نديروا به نوعنا بطريقه واحده اخرى كما عودناكم. للمقادير يخصنا ديول، يخصنا دجاج، ترجع الدجاج مسدس هكا طايب، معدنوس شويه، معدنوس، ربع حبات بيض، فرماج متواجد حسب المتواجد عندك في البيت، حبة بصل كبيرة مقطعة رقيق، وفيون داشي ولا كفتة أو لحم بقر مرحي ثاني على حسب الكمية اللي كباغيتها. وعندنا ثلث فصوص ثوم مبشورين جيدا. وللتوابل عندنا سكنجبير وشوية كمون وبابريكا حارة، وعندنا الحرور. وعندنا اليوم غادي نبدلو لكم في النكهة، عندنا لاموطار وطبعا عندنا الملح، واكيد ما نسوش الزيت. نروحو نشوفو كيفاش نطيبو لاباخ تاعنا. الان درنا المقلة تاعنا فوق النار، هاي تحمى فيها شوية زيت، نحطو البصل تاعنا بسم الله. نخلوه يطيب بالبصل تاعنا غاية، كيما راهي سقنا البصل تاعنا ويدبل، نزيدو له كينة تاع الثوم، نحط كمية تاعنا، نزيدو شوية للنار، نخلطو كل شيء. المرحلة دروس غنديرو شوية ملح تاعنا، على حسب الرغبة الملح، دروس نحطو لاموطار، بس ملعقة كبيرة. نكهة طيبة للأكل لاموطار أو الخردل. في هذه المرحلة نزيدو الدجاج كره طايب، وزيدوا المعدنوس، نخلو لاباخ تاعنا تبرد شوية بعد ما طابت، ودوك نروحو نشوفو كيفاش نعمرو بها الديول. بعد ما بردت لاباخ تاعنا ضربوك في مول حديدي ولا زجاجي، راني فرشت ورقة تاع الديول. انا هنايا فرشت كما راكم تشوفوا ربعة تاع الورق، تفرشيهم كما هكا، ونزيدوا الورقة الخامسة هنا في الوسط باش يكون عندها الجهد الديول تاعنا وما يتقطعلناش. ضربوك نحطوا كما قلت لكم الحشو تاعنا بعد ما برد، نحطوا كاع الحشو تاعنا، وكل واحده وش تبغى دير في الحشو تاعها، اللي بغات دير شامبينيون اي الفطر
تبغى تدير كل وحده واش بغات، كاري تبغى دير زيتون مقطع دوائر، كاري تبغى دير الطون، كل وحده واش تبغي. نفرشوا كاع الكفته تاعنا والدجاج كاع في الموت صاي دروك. بعد ما تهيت دروك شنو غادي نديرو؟ عندنا هضره حبات بيض تاعنا كما راكم تشوفوا، ندير لهم شويه ملح ونضربوه. نحطوا البيض تاعنا البيض، خلو شويه برك باش نلصقو به. من بعد نحط الفرماج ندلعو عليها. نزيد الورقة الثانية هاد الناحية، دروك هاد البيض اللي بقالنا نلصقو به الاوراق هادي تاع الفوق باش ما طرنيش كغيره. رانا كملنا دروك في الاخر نديرو زبده، نحطو الزبده هكا عشوائيا باش تخرج تقرمش. الفرن تاعنا راهي يحمى على درجة الحرارة 180، نروحو ندخلو الآن للفرن و بعد نشوفو كيولي.